يلا ها ما يعرف اجز عمي يا هلا عمي هلا بطويل العمر حيا الله شيوخ تفضل تفضل زارتنا البركه والله تفضل تفضلوا عمي يا هلا بيك يا هلا بيك يا عمي هلا 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 بالشيوخ طيفان نعم يا عمي جواعد نعم خلكوا برا الشب بدي احكي كلمتين خلاوي مع جزاع تامر يا عمي اصب لكم قهوه يا عمي لا ما اريد قهوه ايه اقعد يا جزاع ايه على امرك يا عمي تفضل تفضل قعدوا بمسألة نريد نعرفها بخصوص نوف خير ان شاء الله يا طويل العمر وش تقول بوطفة اختي جواعد يا جزاع وطفة اي والله الله يستر على كل الحريم يا عمي سمعت انك تعلل عندها كل ليلة صحيح الكلام يا جزاع اي بالله انا ازور اخوها جواعد بشيك تدري وش شاف فرحانة اليوم خير ان شاء الله يا طويل العمر فرحان شاف وطفة تحلبا عجات نوف لا ليه يا طويل العمر يعني ما عندك خبر لا والله لا خبر ولا درية وصحيح وطفة تشتغل عندنا مثلها مثل الحلابات والخضاضات لا يا طويل العمر لا لعد مين اللي قالها تحلبا عجات نوف والله يا عمي انا ايش دراني وطفة رفيجه لنوف وتمكن تساعدها يعني تمكن لكن وطفة تقول غير هالكلام يا جزاع وطفة تقول انها تشتغل عندنا بحقها وانك انت اللي قلت لها تحلبن عجات نوف صحيح الكلام يا جزاع والله يا عمي جزاع وش السالفة نريد نعرف الحقيقة والله يا عمي انا صحيح والله العظيم اني انا مستغرب الحكي انا طول عمري اخدمك ورعاك ورع مالك وحلالك والله وافديك بدمي وروحي يا عمي ودك الصحيح يا عمي انا مستغرب هذا الحكي والله واللي يمد ايده على حلالك ومالك وبشين لزوم تنقطع ايده منهان وبسيف والله جزاء اريدك تجاوب على سؤالي وبس انت اللي قلت لها تحلبن عجات نوف والله يا عمي ايش دراني بس سالفة انا ما ادري انه وطفة تسرق حليب ولا حلال ولا شيء والله ما ادري يعني انت تنكر الكلام اللي قالته وطفة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحرمة يا خوف عليها من الحرمة لا تهام من الحرمة يا عمي الحريم ما تهام منهن ترى عمي انا بزور جواعد بشيك هي تظن اني انا ودي تجوزها انا قايلها اني ما ودي تجوزها وقلت حتى لاخوها جواعد اني انا ما ودي تجوز لاني انا قاعد عند عمامي وراضي وقانع بيهم ومبسوط بيهم والجماعه يكرموني وانا ارعى مالهم هم عمامي واهل العز والخير والله وانا تدري والله ما اريد بس سعاد غير بس سلامتكم يا عمي زين يا جزاع ما دام هذا قولك حلال نوف اللي كنت مسؤول عنه بالمده اللي مضت وينه وين حقه إيه, 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 إيه حلال نوف بالحفظ وصوني يا عم عندي 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 عندك ولا عند جواعد جواعد ليه هو قال شيء جواعد كمان وش تريد تقول يا جزاع لا والله ما قري بس ظنيت يعني انه قال شيء لا سمح الله لا تظن اننا يمين يا جزاع صحيح حنا امناك حلالنا ومالنا لكن عيوننا مفتحه يسمعوا لا يروح انه انتوا تشكون اني اخونكو ها لعاد ويش صار يوم زارنا الشيخ زبن يا جزاع زبن؟ ايه وش دراني انا كم نعجة ذبحت؟ نعجة؟ نعجة نعجتي ثلاث نعجات والباقي وين راح؟ اي باقي؟ اللي اختفى يا جزاع ايه ظننا احنا نايمين؟ ظن ما نعرف حلالنا والله اعرف حلالي لو كان باخر الدنيا لقينا بالسوق ثلاث نعجات من نعجاتنا تخونوني يا الربع انا اللي طول عمري اشتغل عندكم واخدمكم بعيوني والله انا ما اخونكم يا عمي انا كنت اظن نفسي اني من اهل العز والجاه والله. اسمع يا جزاع اسمع احنا نريد نعرف الحقيقه وبس
يا عمي انا ما عملت شيء والله. ما تريد تخونوني يا عمي؟ انا اذا تريدون تخونوني انا طول عمري اخدمكم واخدم حلالكم ورعى مالكم وانتم عمامي واحبكم، وانت كان وطفه واحده مثل وطفه تروح تقول عني لاني ما اريد تجوزها، تروح تحكي عني كلام هيك وهيك وهيك وهيك، وانا وش دراني يا عمي؟ والله عشان هيك انا ما ودي هالشغله. انا شوفوا لكم جمال غيري ما ودي. اهدى عمي ما ودي. اهدى يا اخوي هالشغله تكون. اهدى هداك الله يا اخوي. اهدى يا جزار ما ودي شغله. خلاص يا اخوي ما يصير تخونوني. اقول لك اهدى يا عمي ما ودي هالشغله. اسكت اهدى. استغفر الله. خذ الجزاع برا الشق، بعت لي جويع دوق طيفان بسع. اطلع كبر دراهم. الدراهم ما هي لي، هذه امانه برقبتي. انطيك 100 درهم بس تعيدها بعد ما تفكر هنا السيف. ذبحوك ذبحوك يا نوف، ذبحوك. ما في فايده، يا ريتني مت ولا صار اللي صار. السلام عليكم. مساء الخير يا عمي. علامك يا متقاعد، ليه ما ترد؟ عمي ابو ذياب اشتاوي. يا هلا ابو ذياب. ايش بلاك يا ابوي؟ وش اللي شغل بالك؟ كنت افكر بمساله مهمه. والله يا مثقال حالك مو عجبني. شتاوي. نعم يا عمي. روح علم العرب بالرحيل. تامر يا عمي. تقول الرحيل؟ انتظر يا شتاوي. بالله الرحيل يا ابو ذياب، نخلص من الهم والفقر اللي حنا بيه. يا ابو ذياب انت غريب، انا مثقال ابن ابو مثقال، تصل بي الحاله ان انهزم من ضيوفي بالخله طول النهار؟ ما هو عيب علي؟ لمتى بدي اظل بالحاله هذه؟ شعوري انه نرحل. وين نرحل يا ابن الحلال؟ ارض الله واسعة يا ابو ذياب. روح يا شتاوي. انتظر يا شتاوي. يا وليدي هذاك الله، ما بعد الضيق الا الفرج. يا ابو ذياب العرب تدل متشالي وتلفاني لهالديرة، وانا مثل ما انت شايف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قصدي يا ابوي تروى شوي وفكر. الله فكرت وفكرت. أنا ما أقدر أنهزم من ضيوفي وأسير مثل المهووس. والله لولا الجويد كان تسود وجهي بين العرب. شتاوي. نعم يا عمي. روح طرش العرب بالرحيل. تامر يا عمي. سير يا شتاوي، عمك ما حق. حمد لله. والله لرجع لك حقك لو من دمي يا بنت الأجاويد. والله والله ما لك لمان يا جزاع. حرام عليك يا عمي يا فرحان. أنا لا تقول لنا. أنا شفتك بعيني. شفتنا أنا؟ لله شفت وطفة أخت جويع اللي تحل بن عاجنوف. طيب وش حسنا أنا يا عمي يا فرحان؟ ما هو أنت أساس البلا، أنت اللي قلت لها. والله ظلمتني وتبلتني هاي أخت جويع وطفة. وليه تبلاك؟ بيناتكو شيء؟ لا والله ما ادري يا عمي، ما ادري وش بها بلاها، لكن عاد صدق من قال اتقي شر من احسنت اليه. والله ايه صحيح يا جزاع، اتقي شر من احسنت اليه. ايه الله يسامحك يا وطفة، الله يسامحك يا وطفة ويهديك للحكم الصواب يا عمامي. جواد. نعم يا طويل العمر. منين الخير اللي جاك؟ من الله يا طويل العمر. من الله. فرحان شاف عندك بالشق خير كثير. انت لا عندك مال ولا عندك حلال ولا عندك اي شيء. عندي شويه حلال يا طويل العمر. لهالسبب اختك تحل بن عاج الناس.
إيه بحقها يا طويل العمر. مين اللي قالها تحل من عجات نوف؟ كلنا خذامينك يا طويل العمر، والله كلنا نبيع ونشري، لك انت يا طويل العمر. تبيع وتشري؟ وش اللي تبيع وتشري يا اغتفان؟ حلال وسمن وحليب ومخيض وكل شيء يا طويل العمر. من حلالنا؟ العاد من حلالنا يا طويل العمر، انتوا تامروا وحنا ننفذ وخيركم علينا سابق. ومين اللي قال لك تبيع وتشري يا اغتفان؟ جزاح يا طويل العمر. اقتفان يا طويل العمر ما يقول الصحيح، هو ما يعرف اصلا ولا يقول الصحيح. اسكت اسكت انت. شاهر؟ نعم يا اخوي. قم نادي جزاع بسع. حاضر. السلام عليكم. مرحبا عمي. جزاع؟ عمي. عمي 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 دخلك يا عمي. وش صار؟ اضرب جاي. وش صار يا عمي؟ والله والله يوم ان بدأت تقول انك منا وفينا قربت تصدق. وطريق خوان للأمانة. دخلك يا عمي بس. خوان للأمانة. اسمع. ما اريد اسمع شيء. قل لك الحقيقة. ما اريد اسمع شيء. ذبحتني يا عمي. ما اريد اسمع شيء. يا عمي. ما اريد اسمع شيء. اريد اسمع شيء. اقول لك انت يا جزاع. انت اللي لحم اكتافك من خيري. وتربربت على خيري. انت يا جزاع اللي كسيناك والبسناك الهدوم اللي عليك. انت اللي امناك على حلالنا وخيرنا ومالنا وهلنا وعرضنا. انت سرقنا يا عمي. يا عمي انت سرق. انا مظلوم يا عمي. انت سرق. انا مظلوم يا عمي. مظلوم. انت سرق مالنا وحلالنا. مظلوم يا عمي. مظلوم والله. والله غير اخليك تموت وانا اتفرج عليك. نرميك بالجيف وتواجه مصيرك يا الكلب يا الخاين. وانت هنا انا. اي وايش خصني انا؟ فوق ما تعبت وشكيت مشانكم. اسكت قطع لسانكم جماعه سراقين مالك ذمام ولا ضمير. والله والله غير اشوفكم تموتون قدام عيني وانا اتفرج عليكم، ويكون اكلكم رغيف ناشف وشربه مي، تقضون نهاركم بالبرد بين الروث. يلا امشي. عمي والله انا مظلوم يا عمي، بس انا استاهل يا عمي استاهل، مشان احمي واصون شرفك وعرضك من الناس وكلامهم. ترصد وش تقول؟ عمي طلع طلع جواعد وقطيفان ولا اقول لك. جزاع عمي والله العظيم اقول الصدق عمي، طلع جواعد وخليهم يروحوا نادي عمي فرحان، خليهم يروحوا. اطلعتوا اياه خلكم ببيوتكم ما تطلعوا منها، وباكر الصبح نتقابل. جزاع عمي والله يا عمي انا ما اقول الا صدق يا عمي. يبتدى يتحرك بتشيلين هم تكلكع الحفاضة العادية وتغير شكلها من الحواف، يبقى ده وقت بامبرز كيلوت، بخصر مطاطي، حفاضة سهلة اللبس ملائمة تماما لجسم طفلك، وتعطيك حتى 100% حماية من التسرب حتى يتحرك طفلك بكل راحة وحرية. مع بامبرز كيلوت لا تشيلي هم. الوطن هو القصيدة وهو الحب، وإذا كان للشاعر رسالة من النكبات تمنى كلمة وطن ما تختلف من شاعر إلى غير شاعر. من على الرمضة مش حفل قدم يستاهل، مثل العروس الشمس توها. الوطن أيها السادة بالقصيدة الجميلة والكلمة العذبة المعبرة الرائعة. أغنيات للوطن الأربعاء 11 مساء على ذكريات.
السلام عليكم. هلا ابو ذياب. وعليك السلام. يا هلا. ايش حالك وعفاك؟ الحمد لله. عساك بخير ان شاء الله. هلا بيك. مو وصلتك العلو؟ خير ان شاء الله. متقال وده نرحل عن الديرة. الوين؟ والله ما قال وين. ترى ارض الله واسعة. احنا مالنا يا ابو ذياب؟ ما احنا بألف خير. انت تحكي عن حالك يا بعفاش. والله عربنا ما هم بألف خير. اه يا ابو ذياب، ما ادري وش بلاها المثقال هذا. كل يوم يطلع لنا شغله جديده. قول الله يساعده يا ابو عفاش. انت ما شايف حاله؟ الحق عليه، يكرم زياده عن اللزوم، ما يحسب حساب الافيال. والله هذا اللي جاك. وش نساوي؟ امرنا لله. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام يا يقولكم طويل العمر. قلت لهم يا شتاوي، قلت لهم، قلت لهم يعني سبقتني يعني يا ابو ذياب، خذيت مشاني وتريحك من المشاوير. سير انت بلغ باقي الربع. سير مالك بعدك واقف يا ابو عفاش؟ ما تقوم تجهز حالك، باكر ان شاء الله الرحيل. زين يا شيوي زين، ما يخالف يعني؟ ما يخالف يعني؟ ما هو عاجبك يعني ترحل يا ابو عفاش؟ ايوه، حنا كل ما نستقرب ديره لازم نرحل عنها يعني. يا رجل لو ايش كثر الحكي عاد، حضر حالك وانت ساكن. رخصولي ودمش انا. بدري يا ابو ذياب. ودهد البيت وحضر حالنا الثاني. نسلم عليكم. مع السلامة. السلامة. ايه. علامك يا ولد تلد علي. روح شوف شغلك بشي. هو بالله يا ابو عفاش، يا بركتنا ويا حبيبنا. إيه؟ طنطيني ناقة حمل عليها غرضان طويل العمر. غرضان طويل العمر؟ اي. لا حول ولا قوة الا بالله. على بشرط يا شتاوي. اشرط يا عم ابو عفاش، اشرط. تقود حلالي وتدير بالك عليه طول الطريق. تامر يا ابو عفاش. زين، تعود الحين وعاود بعد ما تخلص شغلك تعاود ثاني. مشكور يا عم ابو عفاش، سلام الله عليك. مع السلامة. أنا شرت عليك تختفي طول النهار، ما هو ترحل عن الديار من مرة. بس اللي تشوفه انت زين. يمه قولي هذول الضيوف دبرناهم، لكن افرضي جانا غيره وش نسوي؟ الصحيح هذا المكان ما عاد ينسكن. والله يمه انا احب الشعيب، لكن الضرورة احكام ما خلانا نرحل الا. علامك سكت. يمه بمسألة مهمة لازم ارحل مشانها. أنا ظنيت إنك رحلت مشان ما يسود وجهك قدام الضيوف. بسالفة صارت معي. تدينت من حد الناس 100 درهم ولازم أرد له إياهن. وطول ما أنا مديون له وأنا قاعد على نار، لزوم أرحل مشان أسده إياهن. سلام الله عليكم. هلا شتاوي. باكر إن شاء الله الرحيل يا عمي. الكل صار معه خبر يا شتاوي. إيه، نديت للحاضر علم الغايب، والكل يتبعك يا طويل العمر، حتى هذا هذا أبو عفاش مستعد. زين، ما ظل علينا غير تجهيز حالنا، باكر الرحيل. لوين يا عمي؟ مالك شغل؟ تامر يا عمي، أنت تسير وأنا وراك. أنا والله سألت بس مشان أنا أقود القافلة، ترى أنا ها دليل عجبك هاي يا عمي. والله بك الخير يا شتاوي. زين يا بنت الأجاويد، أنا والله ما نسيتك. وش تقصد؟ صار لك طول الليل وانت تلف وتدور، وش اللي تريد تقوله؟ أسمع يا جزاع، ترى إن كنت تريد تلمع على نوف وتقول عنها كلام من شين، والله والله ما طلعك منهان غير محمد. إيه عمي، أريد تنطيني الأمان يا عمي. الأمان؟ الأمان عليش؟ وش قلت؟ قلت الأمان
ليه؟ عمي أنا مريدك تحكم علي لنت ولا شاهر ولا فرحان قبل ما أقول السالفة من أولها لتاليها. أنا يا عمي طول عمري وأنا أشتغل معك وأحمي عرضك ومالك وأزود من نفسي، ومريدك بالتالي تظلموني. حسب قولك نحكم يا جزاع، إن كان قولك صدق ترى أنت بري وما عليك ذنب، لكن إن كنت تكذب والله والله ما لك غير الموت. قول. عمي أنا يوم كنت معاود بالقافلة، قافلة التجارة، تذكرون قافلة القمح اللي جبتها من حدود عربنا؟ كمل. يوم عودت وجيت يوم صوب الشق، طلعت بالشق شفت وش شفت؟ وش اللي شفته؟ قول. ما اقدر اقول يا عمي، ما اقدر. قول يا جزاع قول. شفت قول حجي. عطني الامان يا عمي، عطني الامان. لك الامان يا جزاع قول. اي شفت نوف مع الغريب يتحببون بالشق. فرحان فرحان اهدى يا فرحان، اقعد ما تسمع يا تطلع برا، ترى السالفه ودها داوة. اقعد هداك الله. اسمع يا جزاع، ترى حياتك وحياة هلك وربعك بهالسالفة، ترى والله والله ان كنت تكذب والله غير اقطع راسك وامحي اساسك. والله يا عمي انا يوم رجعت على الشق شفتهم بالشق اي بالشق، الغريب كان منطيني ظهره وكان لاف وجهه بشماغ حتى ما عرفه، يوم شافني وقب انهزم ولحقته وتمسكت انا وياه وتهاوشنا يا عمي، هو اقوى مني، رحت ركضت صوب البروده اذا اجيب البروده لانها كانت على ظهره ذلول، ورجعت لقيته هرب بالخلا انهزم، وجيت على الشق دورت على نوف، دورت عليها ما لقيتها، ودورت عليها وجيت صوب البير لديت بالبير لقيت نوف جوا البير. نوف؟ اي رحت جبت حبل طويل مديته وطلعتها، ويوم انطلعت صارت تترجاني وتقول لي ادخلك يا جزاع، انا طريب عليك يا جزاع، وانا والله تدرون انتوا برا ما قدرت اذبحها، ما قدرت اساوي شيء، انتوا برا. بعدين يا عمي صارت تطنب علي وتقول لي ادخلك، وبعدين انا والله عمي احترت ما عرفت وش بدي اساوي. جذاب اهدى يا فرحان اهدى. جزاع وفي السالفه. والله يا عمي انا هاي السالفه طيرت ضبان عقلي والله، وما عرفت راسي من رجلي، وقلت بنفسي يعني ما اظن انه صار مع نوف والغريب يعني صار شيء يعني. وما عرفت منه الرجل؟ لا والله يوم سالتها عيت تقول لي، بس قالت لي انها قول انها تحبه وتريد تجوزه يا عمي، وانا وش اساوي والله، وحتى قالت لي هاي الصندوق به دراهم، خذ اللي ودك اياه، خذ الدراهم وخذ كل المال، انا يا عمي ما مديدي اعمال ولا مديدي على دراهم، حتى قالت لي والله خذ حلالي وحلبه وخذ الناتج، وهي اللي قالت لو اطفى تحلب انعاجها وتجيب لي الناتج، انا قلت لها اعوذ بالله ما مديدي على مال عمامي بالحرام، ولا يمكن والله يا عمي، وانا فوق كل هالمصيبة وقع كل شيء على راسي والله، ما ادري لو كتمت السالفة يا عم احسن. وليه ما علمتني بالسالفة عمي؟ خفت اقول لك ما هي المسألة بها موت، هي هينة يا عمي. ولا فيك كذاب اهدى يا فرحان اهدى يا اخوي. راد ودي احكي معك كلمتين خلاوي. وانت خلك هان تامر يا عمي تامر. Thank you.
هاتلنا شماخ الرجل. على امرك يا عمي، على امرك. وديتنا بداهيه يا قطفان. ليه؟ احنا نسرق؟ الساع ما فهم. لا اخوي لا، احنا ما نسرق. اللي يريد افهمه، ليه كل هالزعل والصياح؟ ليه تراد زعلان؟ زعلان من جزاع؟ لا لا لا، هذه زعلة بسيطة اخوي، ما تهم. لعد لويش تقول اني وديتكم بداهية؟ لانه جزاع، هو ما قال لك جزاع ما تقول لحد. ايه؟ تراد سألني، تريدني اكذب؟ لا لا، الكذب عيب يا اخوي، حرام. اللي اريد افهمه، ما زول حنا نشتغل عن جزاع، وجزاع يشتغل عند تراد، ليه تراد زعلان الكل؟ لانه جزاع، اي لانه جزاع ما قال لتراد انه حنا نشتغل عنده، عشان هيك تراد زعلان ويريد يعرف. والله ظنيت انه يتهمنا بالسرقه. لا اخوي لا، حنا ما نسرق. نعوذ بالله، حنا اخوي نخدم، احنا نخدم الشيوخ بعيوننا وارواحنا. لكن ما تشوف ويش اللي يصير باللي يخدم الناس ويعمل معروف معهم؟ اي بالله يا قطيفان، بلعون ان المعروف هذا ينجلب على راسه. والله والله ما اعمل معروف مع احد طول عمري. مسكين جزاع، اشتغلهم وحبهم وقاموا يصيحون عليه. ايه لكن يا جواعد اريد افهم شيء. نعم. انت هلا ويش خايف؟ لله الزوم يموت لانه كذوب ويطعن بعرضنا. لا تعجل بالحكم يا فرحان، لعاد انتوا تريدون تحكمون على نوف. اقول لك اذا ثبت لك بالدليل القاطع انها اذبحها. اذبح نوف؟ هي اذبحها نوف، لزوم تذبح. انت تخالف شور يا فرحان. لا سمح الله يا اخوي، بس انت نسيت انها نوف. افرض انها نوف، انتو تعرفوا وش يصير ان شاع الخبر بين العربان. الساعة نعرف الحقيقة ان كان صادق او كان كاذب. ما هنا السالفة يا اخوي يا طراد؟ المسعل الجزاع اللي لازم يموت بالاول حتى ما يشيع الخبر بين العربان، وعقبها نشوف ان كانت نوف بريه او مذنبه. وش اللي تقوله يا فرحان؟ يمكن يكون جزاع صادق. حتى لو كان صادق لازم يموت. سامع يا طراد؟ ولي رجال، هذه اختنا نوف. نوف اللي ما حدا صابها بشين يجي جمال مثل هذا يمس شرفها ويسوي سمعتها بين العربان. بس انتوا قاعدين تحكموا على كيفكم. زوم بالأول انت حقق من السالفة. أجزاع، جبت شماخ الرجل؟ ليه انتو أعطيتوني الفرصة حتى وريكو اياه؟ هرعه شماغه، شماغ الغريب، هرعه هرعه. ليه ما خنقتوا بيه؟ ليه؟ ما قدرت يا عمي، رماني على الأرض، هو أقوى مني. والله وجه اليوم اللي شوفك به خايف يا جواعد. بالله عليك تسكت يا رجل. لا بالله ما اسكت الا لما تقول لي على ويش خايف. يا رجل ما انا خايف. لعد لويش صرت حارق يطلع ازود من 100 سجاره. ها، لانك ما تدري ويش اللي صار. والله خايف انه جزاع ما يحكي معك لانه اختك كانت حلب عجات نوف. وش اللي تقوله انت؟ اسكت عاد اسكت. وش هالهبيله هذه اللي الله بلاني فيه؟ يرحم والديك، قوم وروح لامك. لا لا بالله ما اروح الا لما تقول لي رايك بالمساله اللي حكيتك فيها. اي مساله؟ هي نسيت اني طلبت منك وظفه؟ يا رجل هذا ما هو وقت الهرج. لعد أميت وقته. انت ما انت شايف اللي صار واللي وده يصير؟ وايش اللي صاير؟ قول. ها ولا شيء. سلامتك سلامتك.
ما قلت لي. وإيش رأيك مسألة وطفة يا أخوي؟ ما أريد زوجك إياها. والله وانت ما تنشرب قامتك. يا عساك ما تطفحها. وش البلد هذا؟ رجع الثياب معايا لما الحياة تغلبني. تايد يوقف جنبي. تايد بروتكت الجديد يقضي على 99.9% من البكتيريا والفيروسات لأنصع نظافة وأقوى حماية. جامعة البترول والمعادن في الظهران، عامل الهندسة الكيماوية، كلية تصاميم البيئة، أحدث الأقسام الهندسية بواسطة الكمبيوتر. منطقة الإحساء وعاصمتها مدينة الهفوف. يا الله عشان مرأة. ربوع بلادي الأربعاء 7:30 مساء على ذكريات. علم عنا شو اخواني شو دون يذبحوك. جزاع الخاين النذل قال عنك كلام ما ينقال، وانا بعد ما سلمت منه خدعني وقال اني رامي حالي عليه وهو ما هو قابل يتجوزني. نوف تسمعيني؟ اقول لك اخواني شو دون يذبحوك، أنا سمعتهم يهرجون وجيتك مثل الطلق حتى أعلمك وعود قبل ما يدرون. نوف أقول لك ودهم يذبحوك انهزمي. لا أنا ما انهزم، أنا واجه هلي وواجه جزاع وأقول لهم اللي صار. وإيش تقولي لهم؟ إنك كنت تحابين بالشق مع الغريب؟ الشق؟ مين قال هالكلام؟ أنا تحابب؟ جزاع قال أزود من هالقول. هو قال إني كنت تحابب ويا غريب بالشك؟ إيه، مشان هيك أقول لك انهزمي. ما كنت أظن إنه جزاع تديني بهالشكل. ليه يا جزاع؟ ليه يا جزاع؟ ليه؟ لأنه تراد غضب جزاع يخونه بحلاله. ما بس خانه بحلاله، طعن بعرضه وشرفه. أنا برية، أنا برية يا وطفة برية. أنا صدقك يا نوف، بس ويش ينفعك؟ ويش ينفعك لو صدقتك؟ المهم إخوانك اللي ودهم يذبحوك انهزمي، انهزمي بالحال، اسلمي من الموت يا نوف وانهزمي. لا أنا واجه جزاع، هذا الغريب والله ما عرفه، والله ما صابني. نوف هي بيها واحد غريب؟ يعني كلام جزاع؟ للا يا وطفة، هذا غريب جاني الشق واستنجد بي واستنخاني وساعدت، وهو طالع وقع بالبير، جيت أساعده وأطلعه وقعت معه، وبجيد جزاع صار يلمز ويغمز ويهددني ويريد ويريد ويريد.
صدقيني يا وطف صدقيني، ما صار بيني وبينه شيء، وانه بنصر جزاعي هددك. وش اللي كان يريده منك؟ دراهم، مال، حلال. جزاع طماع يا وطفة، طماع. عجيب. وليه ما قلتي لي انك كنتي مع الغريب؟ كان قدرت اقف جنبك قدام هلك. انا اقدر اوقف بوجه هلي، وبعدين اللي ودهم اياه يسووه. اما سالفه محاببه الشق هذا، لا لا هزمي يا نوف، والله لو سمعتي اللي سمعته ما قعدتي بالبيت ولا لحظه. فرحان جاي يذبحك، تراد قال لزوم تنذبح. انا اقدر اقنع فرحان بالحق؟ لا والله لو قلتي له انك كنتي مع الغريب غير يصدق سالفه جزاع ويذبحك. ترى جزاع قال انك تعرفين الغريب وانك تحبيه وما تريدين تتجوزين غيره. هو قال هالكلام؟ كذوب كذوب كذوب. ما قلتش انه جزاع كبر السالفه وزاد عليها؟ انا صدقك يا نوف، بس والله لو قلتي لاخوانك اي شيء عن الغريب غير يذبحوك انهزمي. لا ما انهزم. اقول لك انهزمي. ما انهزم. يا تنهزمي يا تنكر اللي صار. انا ما اكذب. العادل زوم تنهزمي. ليه هل ما يصدقوني؟ مشان كلام الناس. ظني جزاع يسكت بعد ما قال لاخوانك؟ ظني اخوانك يرضون بالحكي اللي ينحكي عن اختهم؟ ما يهم انها مظلومه او مش مظلومه، المهم انه بيه حكي. فهمتي؟ زي انا نصحتك وانت حر. انا لزوم امشي قبل ما يطب علينا ويقضبون. ترى والله لو عرفوا ان ندري غير يذبحوني معك. انت حرة نوف، انا انصحك انت انهزمي. عمركم سمعتوا شي شين ساوته نوف؟ نوف الأميرة الطاهرة، اختنا وامنا اللي نحبها قد الدنيا كلها. معقول؟ معقول نوف تسوى الفاينة اللي يقول عنها الجذوب الخاين؟ انا ما صدق. ولا انا ما صدق. ما حكمت بعد، اريدك تحقق من السالفه ومن نوف. قالت انه جزاع كذوب، انت علمني بس شوف ساعتها شو اسوي بيه. انت يا جزاع والله والله يرقطع الحمك وارميك للكلاب. والله يا الخاين، ويشهد على قولي الله ان قالت نوف انك كذوب، ما خلى الذبان الازرق يدل طريقك. وافرض يا عمي فرحان انها انكرت. ولك نوف ما تكذب. ولك نوف ما تكذب. اهدى هداك الله. ولك وطاه يشرف راسك يا الدنيا يا نذل. نوف ما تكذب، تجي تتهمها بل يا نذل. اهدى يا اخوي، صار لك ساعه وانت تصيح وتزقر، وش اللي تريد تشوره؟ اقعد.
اهدى يا اخوي. انا اقول لك وشو هو شوري يا اخوي. قول. ناخذه معنا هذا الدين النذل ونخليه يواجه نوف، وهناك نعرف مين فيهم الصادق. بسم الله. وطفة علامج. ما ماني قادر احكي. اشوفك تركضين، بي احد وراك؟ قولي. لا ما بي حدا وراي. بعد بعد لو اشتلثين صبرك علي، خلني القط نفسي. الله يجازيك يا جزاع، الله يهدك يا النذل. جزاع سوى بيت شيء؟ ما هو بي انا، هالمسكينة نوف. نوف؟ وايش دخل نوف؟ قال يا اخوي يتهم نوف البرية بشرفها ويقول انه شافها تحب بشق ويا غريب. اي والمن قال؟ الاطراد. الاطراد؟ زين وانتي وانتي وايش دراج بالسالفة؟ ارسلتني نوف عن جزاع مشان حل بنعجاتها، وسمعت يا اخوي كل اللي قالوه. يقصف عمرك يا جزاع، اتاريه كان سراك؟ اي لا 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 تظلم الرجل، حرام علينا. حرام؟ اقول لك جزاع سراك يا اخوي. ما ظنيت انه يسرق، يجوز انه اللي وصل لك العلوم كاذب. نوف قالت لي، هي نفسها قالت لي. وايش الفايده هسه؟ المسكينه تقول انها وقعت بالبير مع واحد غريب حبت تساعده، وجاهم مكسوف الرقبه جزاع واتهمها بشرفها وبرية. ايه وصدقت هالهرج؟ البنت مظلومه يا اخوي، اخوانها ودهم يذبحوها. يا عيني يا نوف. يذبحونها؟ زين وانتي وانتي وش خصك بالسالفة كلها؟ شلون وش خصني؟ اقول لك البنت مظلومة يا اخوي. يا اختي وش درانا انها مظلومة؟ ومدام جزاع جاء وشافهم، وايش دخل جزاع بالسالفة بعد؟ جزاع شافهم بالبير وبس، لكن اللي قاله الاطراد واخوانه انه شافها بالشق ويا غريب. يجوز. يجوز؟ نوف تقول كذب. لا 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 جزاع ما يجذب. جزاع يجذب يا اخوي. اي بس يا اخي احنا ما علينا من كلها، ما علينا. يا عيني يا نوف، حقهم يقولون ودهم يذبحوك. اسمعي المساله صارت حاميه وبيها موت وحياه. ممنوع تطلع من الشق بالمره، ولا تزوري نوف ولا نوف تزورك، انت فاهمين؟ خلاص خلاص هسا تلاقيهم اذبحوها. اذبحوها؟ هذا شورك يا شاهر؟ اي الحين ما نريد الناس تشوفنا، خل فرحان يروح لحاله خلاوي ويفهم من نوف، وبعدين ننكرت يصير شيء ثاني وان صار شيء مع نوف انا متوكد انها تقوله وما تخبي شيء. زين قم يا فرحان، قم تحقق من السالفة ومن نوف، وخلنا حنا ها مع جزاع اللي تشوفه يا أخوي، بس لا تخلي هالنذل ينهزم منكم. ما له لزوم الكلام يا فرحان، لا تنسى أنه واحد منكم. أنت تهبى. بس يا فرحان يلا امشي. قال واحد منا. قال عمي قل له عمري كذبت عليكم، عمري خنتكم. قل له يا عمي يا شاهر ابوي ما وصل ان رعمالكم وحلالكم وعرضكم مثل مرعمالي وعرضي، بس عاد يوم تصير الفعايل وما ادري وش اساوي، يوم يقع كل الظلم فوق راسي على سنه، يعني شغله يصير بيها موتي وحياتي، يعني وش اساوي؟ بالله موتك يا جزاع. فرحان قلتك روح تحقق من السالفة. الحين نشوف يا جزاع. لكن الحالة هذه انتوا سألوها لنوف، ان كانت مثل عوايدها تحكي الصحيح هي تعلمكم. زين مدامك شفت الغريب بالبير
وتهاوشت انت وياه وخذيت شماخه على راسه، ما تقدر تدل وصفه؟ لله ما اقدر يا عمي. عجيب، ما كان قدامك؟ كانت اللي الدنيا عتمه وليل وظلمه. وليه ما طخيته؟ ليه؟ حنا ليه محملينك باروده تتغاوى بيها؟ الباروده كانت على ظهر الذلول، راح تجيبها وهرب ونهزم بالخلاء. وبعدين انا عمي الفشك ما كان معي. زين، سارجع فرحان، نعرف الحقيقه. نوف 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 ليه ودك تشتتينا يا نوف؟ ايه ودك تفضحينا بين العرب يا نوف؟ ليه؟ ليه؟ هذا الرجل جزاع، ما له لزوم يكون صاحبك ولا يفوت باب البيت. انت نايم يا اخو؟ هذا يجي له نوم بهالوقت مع كل اللي يصير؟ بسيطة يا جزاع، بسيطة. وانا اللي كنت احبك واظن انك تحبني. هيج تخدعني وتسود سمعتي. أثريك كنت أضحك علي مشان أوصل لك علوم نوف، لكن والله والله يا جزاع ما تروح لك. علمنا فرحان، دي حامل الصندوق بيدك. وين نوف؟ نوف هزمت. هزمت؟ وش تقول؟ هزمت نوف ماري بالبيت، ماخذ الدريه ماتها ماري بالبيت. شاهر، فرحان، لزوم تلحقوها بالحال. لو طلعت السماء او نزلت الارض لزوم تجيبوها بالحال. لا ما صدق، وكاد نوف مظلومة. لو انها مظلومة ما نهزمت. انا مثلك ما كنت مصدق، بس الحقيقة انها نهزمت ولزوم. ما اريد كيف هالكلام، اقولكوا اريدها بالحال. وانت يا بني يلي كله من تحت راسك، والله والله لو اسمع انك تحكي بالسالفه الناس ولا ترمس بيها نذبحك ذبح. تامر يا عمي تامر، صدقت يا عمي اني مظلوم؟ اسكت اسكت. شاهر فرحان،
حال. نوف لزوم تنذبح.